بالنسبة للتلوث البيئي والإزعاج التلوث الصوتي خصوصا لا حتى البيئي والإزعاج الصوتي والإزعاج الصوتي زين، لأن هاي المولدات اللي عزوا يستوردون من الأردن ومن مصر كهرباء ربط زين. وإحنا صرفنا أكثر من ميزانية الأردن ومصر 10 مرات وما على الكهرباء نعم زين نعم. الصين قالت بثلاث أشهر وصلكم كهرباء، ما قبلوا. هسه احنا ما الازعاجات والسيارات والهاي، لان ماكو من امن العقاب اساء الادب صح، والمسيئين هواي ومقصود